مساء الخير واهلا بكم معانا في حلقه جديده لمن القاهره، وبالتاكيد هيكون في اكتر من وقفه حواريه ومتابعات لابرز الاحداث المميزه للمشهد المصري. تتواصل معكم دلوقتي وحتى منتصف ليل القاهره. مساء الخير يا شيخ. مساء الخير يا ريهام. عندنا وقفتين حواريتين في هذه الحلقه. عندنا وقفه عن جامعه الازهر اللي بتواجه تحديات شبه يوميه بسبب عنف بعض الطلبه المنتمين لتنظيم الاخوان المسلمين. قال حسين عويضه رئيس نادي هيئه التدريس في جامعه الأزهر في تصريحات اليوم أن الجامعة هتشهد الكثير من حالات العنف خلال الفترة المقبلة وحيتم تخريب الجامعات، وشدد على الجامعي وصفا من يرفضون دخول الأمن للجامعات بأنهم آثمون على حد وصفه. على الجانب الآخر، عثر الأمن الإداري في جامعة الأزهر على فأس وبعض أدوات الحفر وحمل الأتربة مملوكة لكلية الزراعة في الجامعة، بيستخدمها عدد من الطلاب في نقب سور الجامعة الفاصل بين فرع الجامعة للبنين والمدينة الجامعية في مدينة نصر لاستخدامه في الهروب إلى المدينة الجامعية في حال وقوع اشتباكات بين الطلاب وقوات الأمن، وفر الطلاب وتركوا أدوات التنقيب والحفر عند محاولة الأمن القبض عليهم. جامعة الأزهر، عنف الطلاب هو موضوعنا الأول في هذه الحلقة. حوار تاني من خلاله هيكون في قراءة للائحة التنفيذية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وحنتوقف مع كثير من محددات القواعد المنظمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. نبدأ في أخبار هذه الحلقة. أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحد الأدنى للأجور يمس 2 مليون مواطن ويحتاج إلى إيراد غير موجود، وشدد إلى أنه الاحتجاجات المتوالية هتزيد من صعوبة الوضع، ودعا الجميع للهدوء، واستشهد بقول الشيخ الشعراوي: الثائر الحق هو الذي يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. وأضاف محلب خلال لقائه بالصحفيين أن القرارات لن تكون فوقية ولن يكون هناك انعزال بين الشعب وخدامه، في إشارة إلى الحكومة، لافتا إلى أن البعض بينظر إلى هذه المرحلة بمنظار اليأس، ولكننا حكومة ننظر لها بمنظار التحديات. أكد محلب أن ربط الأجر بالاحتجاج لا يصلح، وأن الأجر لابد أن يرتبط بالإنتاج. وأعلن رئيس الوزراء أنه حيتم قريبا الإعلان عن إقامة مشروع كبير وضخم لتشغيل الشباب في إطار جهود الحكومة للتصدي لمشكلة البطالة وتوفير فرص عمل. بعدما عجز تنظيم الإخوان الإرهابي عن الحشد وفقد مكانته بشكل كبير جدا في الشارع المصري، يعتمد الآن على العنف، يعتمد على إحداث قلاقل، على تظاهرات ومسيرات وتلويح بهذه التظاهرات اللي بتؤدي بطبيعة الحال أيضا إلى أعمال عنف. دعوات تنظيم الإخوان الإرهابي للتظاهر غدا ارتآها كثير من المتابعين إفلاس سياسي. في هذا السياق، أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مظاهرات 19 مارس التي ينتوي أعضاء الجماعة القيام بها هي نوع من السياسي، وأنهم لم يعودوا قادرين على الحشد كما كانوا، وافتقدوا الكثير من قدرتهم على التنظيم. وقال أيضا محمد عبد العزيز مسؤول الاتصال السياسي بحركة التمرد أن الإخوان اختاروا هذا اليوم لينصروا الثورة على حد قولهم، على الرغم من أنه تاريخ خيانتهم للثورة على حد قوله. معنا على تليفون الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور. دكتور، يعني رؤية الحزب لهذه الدعوات من قبل تنظيم الإخواني للتظاهرات في الغد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. يعني في حقيقة الأمر، يعني كما ذكرت حضرتك في مقالة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، أن البلاد تحتاج إلى نوع من التهدئة والاستقرار. كفانا 3 سنوات ضعف من عمر مصر في اضطرابات هنا وهنا، وحالة استثمار تجمدت تقريبا، وحالة السياحة يشكو قطاع السياحة من ركود عميق جدا، والاقتصاد المصري كله معرض للخطر. إذا هذه الحالة تدعونا إلى أن يعني نهدأ، وإلى أن نستبدل الشارع بالحوار، وليس إلا الحوار. يعني نحن منذ 3 سنوات تقريبا خروج وخروج مضاد وحشد وحشد مضاد، يعني إلى ما وصلت هذه الحشود الآن. نحن في حاجة إلى الحوار، نحن في حاجة إلى أن نتفاهم، نحن في حاجة إلى بديل أفضل، وهو أن يتعاطف كل منا مع بعضه البعض،
بدل من لغة الشارع يجب أن نلجأ إلى الحوار، والقرآن الكريم حسن على الحوار وحسن على التحاور. إذن هذا هو البديل الأفضل، والبديل خروج المظاهرات لا يسمن ولا يغني من جوع الآن. كتير بيشوف دكتور شعبان ان اختيار اليوم يوم 19 مارس لهذه التظاهرات هي جولة جديدة خان فيها الاخوان التوفيق، نظرا لانها ربما تحسب عليهم وليس لهم من منطلق ان هو ده التاريخ اللي بيدل على يعني الصفقات اللي عقدوها من اجل الوصول الى السلطة. يعني انا ادعو الجميع في جميع الاحزاب وفي جميع التيارات السياسية والشبابية إلى لغة الحوار، يعني كفانا خروج وكفانا حشود. المواطن المصري يئن والمواطن المصري يشكو، وبالتالي مل حتى المواطن العادي مل من حالة الخروج والحشود. الآن المواطن في حاجة إلى من يأخذ بيده إلى الأمام وينطلق من هذا النفق المظلم إلى آفاق جديدة، وبالتالي أنا أدعو كل من سيشارك غدا أنه يستبدل هذه المشاركة بالحوار، لأنه البديل الأفضل والبديل الأكثر شرعية. بشكرك جزيلا دكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور. شدد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على أن الأجهزة الأمنية حققت تقدم ملحوظ في الملف الأمني للبلاد، وقال أن عقارب الساعة لن تعود للوراء، وأن الخطة الأمنية الموضوعة بتسير وفق برنامجها المحدد ولا مناص عن تنفيذها، وسيتم تطبيقها مهما حدث. وأضاف أن استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية مستمر ولن يتوقف، وعزائم رجال الشرطة لن تلين. جاء ذلك خلال الاجتماع اللي عقده الوزير مع عدد من مساعديه وعدد من القيادات الأمنية لاستعراض مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد وآخر المستجدات على الصعيد الأمني وأطر تنفيذ الاستراتيجية الأمنية اللي بتستهدف تحقيق الأمن في ظل دعوات أطلقتها تيارات منتمية لجماعة الإخوان للتظاهر الأربعاء في بعض المناطق. وأكد الوزير أنه أجهزة الوزارة اتخذت جميع الاستعدادات لتأمين كل المنشآت المهمة والحيوية والحيلولة دون وقوع أي حادث يؤثر على الحالة الأمنية. بالتأكيد تزامنية وتعاقب الأحداث الإرهابية يقصد به في المقام الأول إرباك أجهزة الشرطة، وإن كانت الأجهزة الأمنية مصرة على إتمام مهمتها على أكمل وجه، إشارة كذلك إلى ما تمكنت منه الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في الكشف عن خلية إرهابية جديدة مكونة من 10 أفراد خططت لتفجير أقسام الشرطة واستهداف الضباط والأفراد وإحداث عدة تفجيرات في وقت واحد، وتم ضبط معمل تكامل لتصنيع القنابل اليدوية والمتفجرات بجراج إحدى العقارات بمدينة طلخة، واعترف المتهمون بالفعل بتخطيطهم لعمل 5 تفجيرات في عدة أماكن حيوية بمدينة المنصورة في وقت واحد عن طريق وضع قنابل موقوتة بعدد من الأماكن الحيوية وتفجيرها عن بعد في وقت واحد لإحداث هذا الإرباك. طيب ننقل لموضوع تاني. قالت هيئة كبار العلماء في اجتماعها الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أنه لا يجوز شرعا تجسيد الأنبياء والرسل في الأعمال الفنية، وأوضحت وقالت أن الأعمال الفنية إنما تسعى لتجسيد الواقع، بينما حياة الأنبياء من الوحي والإعجاز ما يستحيل تجسيده وتمثيله، ومن ثم فإن تجسيد الأنبياء والرسل فيه إساءة محققة لحياتهم. وأيضا شدد البيان على أنه الأزهر الشريف بنص الدستور هو القائم على بيان الرأي الشرعي فيما يتعلق بالفكر والثقافة والاجتماع والاقتصاد، ولا بد للأزهر من القيام بواجبه إزاء ما يثار في هذه الميادين. خبر آخر عن استهداف إسرائيل لمواقع في سوريا، موقع القناة 7 الإخباري الإسرائيلي ذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهداف في سوريا، وذلك ردا على استهداف سيارة جيب عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة قرب بلدة مجدل شمس، ونتج عنها إصابة 3 جنود إسرائيليين. المعلومات الأولية بتشير إلى أن الحادث نجم عن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة جيب عسكرية إسرائيلية أثناء قيامها بدورية، ما أدى إلى إصابة 3 جنود إسرائيليين. تعتبر هذه المرة الأولى منذ بداية الأزمة السورية اللي يصاب فيها جنود إسرائيليين بسبب انفجار عبوة ناسفة على الحدود بين الجزء المحتل من هضبة الجولان والجانب السوري.
آخر خبر معنا عن جزيرة القرم، الموضوع الأول على الساحة السياسية الدولية. اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أولى الخطوات من أجل ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، ما يشكل إعادة لرسم حدود روسيا مع أوروبا. أبلغ بوتين رسميا البرلمان والحكومة في روسيا بطلب القرم الانضمام إلى روسيا، وطلب من السلطات العامة الروسية اللي هي الحكومة والبرلمان الموافقة على اتفاق ضم القرم. اعتبر بوتين أنه من المناسب المصادقة على هذا الاتفاق، كما أعلن الكرملين في أول خطوة تشريعية مطلوبة نحو ضم شبه الجزيرة. معنا على الهاتف الدكتور منذر سليمان، مدير مركز الدراسات الأمريكية والعربية والباحث في شؤون الأمن القومي من واشنطن. مساء الخير دكتور منذر. ويعني خطوات متسارعة ومتلاحقة من جانب روسيا على جانب، والغرب ممثلا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على الجانب الآخر، إجراءات يتخذها الرئيس الروسي لضم جزيرة القرم إلى بلاده، بينما تفرض القوى الغربية عقوبات على روسيا. إلى أين يصل هذا الوضع في وجهة نظرك؟ لا شك أن خطاب بوتين يشكل منعطف جديد في ليس العلاقات الأمريكية الروسية، إنما العلاقات الروسية الدولية وأيضا على المستوى الدولي، لأنه يؤسس لوضع كان يتم الحديث عنه بأن روسيا تعود بقوة إلى المسرح الدولي. هذا الإجراء وبهذه السرعة التي فاجأت واشنطن، بمعنى أنه كان هناك اعتقاد بأن روسيا ستتأخر في اتخاذ خطوات إجرائية تؤكد وتثبت الاستفتاء الذي أجراه المواطنون في شبه جزيرة القرم، ولكن هذا يعني أن الاستمرار في عملية التصعيد ستكون قائمة، وأن واشنطن تحاول أن تفتش عن طريقة لتجعل روسيا تدفع الثمن كما ذكر أوباما. ولكن هذا الثمن فيما يتعلق في العقوبات التي أعلنت حتى الآن هي عقوبات معنوية شكلية طالت كبار أعوان بوتين، ولكن الحديث يتم الآن عن إمكانية اتخاذ خطوات اقتصادية أخرى واجتماع طارئ لمجموعة السبعة، وهي كانت مجموعة الثمانية مع روسيا. هذا يعني أن الأزمة في أوكرانيا مستمرة، وأن الوضع الميداني الخاص في أوكرانيا نفسها هو الذي سيقرر مستقبل طبيعة الخطوات، بمعنى روسيا تنظر للأمر أنه أزمة داخلية بين فرق مختلفة داخل أوكرانيا ويجب أن يتم حلها، وهي تتهم حكومة كييف بأنها تتعرض للمواطنين الذين يرتبطون بعلاقات تاريخية وثقافية ودينية مع روسيا، بينما حكومة كييف تتهم روسيا في التدخل. هل سيتم بعد اتخاذ هذه الخطوة خطوات تصعيدية تؤدي إلى أن الجنوب والشرق المناطق التي تدين أيضا بالولاء لروسيا وتربطها هذه العلاقات، هل ستتعرض أيضا لوضع يؤدي إلى نوع من التقسيم لأوكرانيا، بمعنى أن حكومة كييف يمكن أن تتحرك عسكريا في تلك المنطقة، مما يؤدي إلى أن تستنجد الجماعات المؤيدة لروسيا والتابعة لروسيا هناك في أيضا بروسيا، والقوات الروسية تتحرك. ربما يكون هذا السيناريو يرغب في الغرب لاستدراج روسيا إلى استنزاف في معركة داخل أوكرانيا، ولكن واضح من الخطوات التي تتخذها موسكو بأنها تأخذ في الاعتبار أن تحسم الوضع ولا تدخل في مجازفة عسكرية. هذا يعني أن الأزمة مستمرة ولا يمكن أن تحل إلا بوساطة دولية ربما تؤدي إلى قمة ثنائية بين أوباما وبوتين. هذا الأمر قد يكون ممكن إذا أقدمت ميركل الزعيمة الألمانية على الإقدام على مثل هذه الخطوة بالدعوة لذلك. نعم، ولكن دكتور منذر يعني الحل العسكري من قبل الولايات المتحدة والغرب هو استبعد منذ بداية هذه الأزمة، وهناك حلول أخرى مثل العقوبات، ولكن يبدو على الجانب الآخر أن روسيا مصممة على ضم جزيرة